بدي أطلب من مؤسسة ورئيسة بسمة سيدة ساندرا خلاط عبد النور تتفضل. معالي الوزيرة سيدة ليلى صلح حميدة، سعادة النايب ألعون، حضور الكريم مساء الخير. باسم كل أعضاء وعيال بسمة بحب رحب وتشكر الجميع لوجودكم اليوم بعشرينا السنوي ولتشجيعكم، بعرف قدي بسمة غالية على قلوبكم. بحب رحب واشكر بشكل خاص سيدة بنت بيت وطن كبير، تميزت بإنسانيتها ومحبتها للجميع بالأخص للمحتاجين، معالي الوزيرة سيدة ليلى صلح حميدة. شرف كبير لبسمة يكون اليوم العشاء برعايتها. معالي الوزيرة، شكر كبير لدعمك لمشاريعنا ولتبرعك من خلال مؤسسة وليد بن طلال الإنسانية لافان مبرد، رح يساعدنا نوزع الوجبات والمواد الغذائية لكل العيال والعجزة والمرضى اللي قاعدين ببيوتهم ما بيقدروا يظهروا. مثل ما الأكثرية منكم بيعرفوا، بسمة جمعية خيرية لبنانية للتنمية الاجتماعية، هدفها إعادة تأهيل ومساعدة العيال اللبنانية، لأنه العيلة هي أساس المجتمع. بعني بإعادة تأهيل تبني ومرافقة العيال على فترة زمنية بتتراوح بين السنة والخمس سنين حسب حاجات كل عيلة. نشتغل مع أخصائية على خطة عمل هدفها تقوي هالعيال تيصيروا قادرين شي نهار يوقفوا على إجريون ويقدروا يصيروا مستقلين مادياً ومعنوياً ويكفوا حياتهم شي نهار لوحدهم. خلال كل هالفترة بس ما بتأمن لهم كل حاجاتهم الأولية اليومية من مواد غذائية، أدوية، تياب، استشفاء، استمرارية بالمدارس وحتى رحلات ترفيهية. إعادة التأهيل بتتم من خلال ثلاث عناصر أساسية: التعليم، إيجاد فرص عمل، وأهم عنصر هو العلاقة الشخصية يلي نحن بنبنيها مع العيال. هون أهمية دور بسمة، هون ميزة جمعيتنا. فمن خلال خبرتنا وعملنا على الأرض خلال 8 سنين لاحظنا أنه 90% من العيال بيتعالجوا بالمسكنات، ولاحظنا كمان انه الاكثرية بيلاقوا صعوبة بفكرة انه يشتغلوا بسبب المشاكل النفسية يلي بيواجهوها. فهالاشخاص فقدوا ثقتهم بحالهم، ما بيحسوا حالهم على قد المسؤولية وبيخافوا يواجهوا المجتمع. بهالحالة كرتونة مواد غذائية ما بتكفي، ولا دواء، ولا حتى مصاري. يلي عايزينه هالأشخاص هو متابعة شخصية ونفسية على فترة زمنية معينة، دينا عم تسمع لهم، تم عم بتضحك لهم، إيدينا عم تعبطهم، وقلب عم بحبهم ويطمنهم تيساعدوا هالأشخاص ثقتهم بحالهم ويتعلموا يواجهوا المجتمع والحياة بثقة وتفاؤل. وقتها هالأشخاص بيقووا وبيصيروا قادرين يستوعبوا فكرة العمل، منباشر بالتدريبات المهنية، وآخر خطوة ببرنامج إعادة التأهيل بتكون إيجاد عمل لهالأشخاص، وبتجي هالمرحلة كتتويج لعملنا. وهون بوجه تحية محبة وشكر لكل متطوعين وأعضاء بسمة يلي عم بيعطوا من وقتهم تيتابعوا العيال. بمحبتكم وبسمتكم عم تقدروا تغيروا حياة عيال بكاملها. بعد 8 سنين من العمل على الأرض شفنا النتيجة الملموسة والفرق بين قبل بسمة وبعد بسمة بحياة العيال يلي تم تأهيلها، وتشجعنا نكفي دايما بمهمتنا، لأنه بهالطريقة نكون عم نلاقي حلول جذرية للفقر والأحباط والبطالة بلبنان. لبنان يلي بعده عم بيعاني من أزمة اقتصادية وبعدهم
كثير من الناس عم بيكافحوا تيلاقوا وظيفة أو تيدفعوا فاتيرهم. هل بتعرفوا حسب إحصاءات الأمم المتحدة إنه 55% من اللبنانية ما عندهم تأمين صحي؟ إنه 20% بيعانوا من البطالة وإنه 15% ما عندهم ولا أي وسيلة تدفئة؟ هيدا واقع وطننا لبنان، هيدا واقع شعب لبنان، وهيدا واقعنا كلنا. ونحن ببسمة بنرفض هالواقع الأليم، بنرفض نشوف أم ما بتشرب ولادها حليب لأنه غالي، بنرفض نشوف أهل عاجزين قدام ولادهم المرضى أو مش قادرين يبعتون على المدرسة، بنرفض نشوف عيلة عايشة بظروف بيئية مزرية وغيرها وغيرها من الحالات الغير إنسانية. بنرفض نتعامل مع هالواقع بطريقة سطحية ومؤقتة وبلا نتيجة. بدنا نحارب الفقر ونغذي النفوس ونداوي القلوب، لأنه هيدي الوسيلة الوحيدة الفعالة لحماية ما تبقى من العيلة يلي هي أساس مجتمعنا.